أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا صدق الله العظيم. Sound like the minister, the verses he was reading was one of the most popular that we have revealed this book unto you. And verily in it are signs that are clear, verses that are clear, others that are allegorical. Those who in their hearts is disease seek the allegorical meaning. Surah 3. It is. Al-Amr. Yes, sir. شكرا حبيب الكريم الله يفتح عليك. ما شاء الله. سمت هنا. Bless your family. Yes, sir. To be great scholars and teachers of Islam. ما شاء الله. In one of the greatest Muslim countries on earth, Indonesia. ما شاء الله. May Allah bless you. Thank you.